يا اهلا وسهلا فيكم، معاكم راشد الصالح، والحلقه الثانيه من برنامج رياضه مو بس كوره. راح نتكلم وندخل بتفاصيل اكثر معاكم عن رياضه اليوغا. بنروح معاكم احد مراكز اليوغا اللي هو دار اتمة عشان نعرف تفاصيل اكثر عن اليوغا وشلون ممكن تفيدنا من الناحيه الذهنيه والناحيه البدنيه. اليوغا بالنسبه لي أتوقع مصطلح المناسب بالنسبة لي أنا رحلة ما لها نهاية. بداية رحلتي في اليوغا كانت وايد عفوية، كان في استديو يم دوامي من تقريباً 2015، ما كنت أدري أصلاً شنو يعني يوغا. دشيت كان أقول لهم شنو هذا، كان يقولون لي إحنا نتدرب في كلاسات معينة، هذا السيكونس مالها، في مبتدئ في أدفانس. دشيت اشتركت كملت. أنا بديت يوغا من 2015 on and off، كنت أغير الاستديوهات، كنت أغير المدربين. ب 2018 في استديو كان في تحدي اللي هو أن أنا أمارس اليوغا لمدة 30 يوم. بهالشهر قررت أن أنا لازم أخذ كورس 200 ساعة بشهر عشان أتعلم زيادة باليوغا. كان هدفي أن أنا أتعلم، فلقيت دار أتمة. دار أتمة كل سنة يبون تيتشر، تو تيتشرز من الهند، أمت ولينا. اشتركت معاهم كان لمدة شهر. آخر يوم بالتدريب عن 28/11/2018 أمت يالي كان يقولي شنو الخطوة الجاية، قلت له ما عندي بلان. كان يقولي جربي درس، كان أقول له أوكي، بس جرب درست من يومها ما وقفت إني أنا أدرب. فوائد اليوغا بالنسبة لي قوت لي جسمي بالممارسة، مو إن أنا هي مجرد مارس كلاس ولا كلاسين ولا ثلاثة، لا، مجرد الاستمرارية بالممارسة راح تحس إن أنت من داخل أهدى شوي، فأثرت علي من هالناحية، خلتني أهدى شوي. طبعاً كل واحد لما يدش اليوغا لازم يعرف شنو يبي من اليوغا، شنو يبي من اليوغا راح يعرفها من الممارسة. في ناس تكتسب مرونة بالجسم، في ناس تبي تقوي الجسم، في ناس عندها تمارين طول الأسبوع وايد تكون انتنس أو وايد تكون تف، فيحتاجون مرة بالأسبوع إن أهما they relax أو they recover، they choose yoga. فعلى حسب أنت شنو هدفك من اليوغا أنت راح تحققه من خلال الممارسة. تايلات اليوغا اللي أدرسها هني بدار أتمة، أنا كل يوم عندي ثلاث كلاسات ورا بعض. البوزات باليوغا طبعاً مثل ما قلت هي رحلة، فاحنا في عادي تحوشنا فيز مثلا انا اقدر اي كان ماستر ابوز، في حزه لا انا عادي اقدر مثلا ما اقدر اسويها اجين. انا بالنسبه لي الوقوف على الراس وايد، عقب ما انا اي ريليز من عقب ما انا انزل من الوقوف على الراس احس ان انا وايد مرتاحه، لان كل الدم نزل راسي، فاحس ان انا اي جات شويه ما ادري كني سويت مساج حق راسي، انزل ارتاح. التويست احس فيها فن، استانس يعني، تحوشني الوناس ان انا قدرت الف يمين، قدرت الف يسار، عقب ما اطلع منها يصير فيني انا واو ات فيلز نايس. معاكم آسيا اسد الله. تعرفنا معاكم عن الفوائد البدنيه لليوغا مع المدربه آسيا، وراح نتكلم اكثر وندخل بتفاصيل عن الفوائد الذهنيه مع الكابتن محمد حسن. في مشكله واحده كل البشر بتعاني منها، وحقيقة أنت طول اليوم، سواء أنت دوامك مع أهلك وأنت قاعد بتاكل وأنت سايق السيارة، أوكي، حقيقة أنت عايش جوا راسك، عايش مع أفكارك. فبممارسة التنفس لما بتبدأ أن أنت تحط كل تركيزك على التنفس، حقيقة أنت بتعطي نفسك فرصة أنك تتوقف عن التفكير، تتوقف عن الاسترسال في التفكير. وبالتالي لما بتبعد إدراكك عن سريان الأفكار اللي براسك، بكل بساطة مشاعر اللي بتتولد من الأفكار بتبدأ تهدأ جواك، وبالتالي بتكون حضورك بالموقف اللي أنت فيه، حضورك بالحياة بيكون أكتر، بتستمتع أكتر، بترتاح أكتر، ما بتاخدش قرارات بعدين بتندم عليها، ما بتعملش actions بعد كده تندم عليها. التأمل، التنفس هي فرصة إن إحنا نرجع تاني لأنفسنا، ندي نفسنا حق بالحياة. سؤال مهم، هل اليوغا بس حق الناس تبي تسترخي وتتأمل، ولا حتى حق رياضيين مثل لاعبين كرة القدم ولاعبين السلة؟ راح أكلمكم عن تجربتي أنا كلاعب ألتيميت فريزبي وشون اليوغا وايد فادتني. ما
بلشت أسوي تمارين اليوغا حزت الكورونا، كنت أسوي تمارين تفيدني من ناحية المرونة علشان هالشيء هو اللي أحتاجه رياضة الألتيميت فزبي. وبعدها لما بلشت أدخل كلاسات يوغا اكتشفت أن هذه التمارين أصلاً تمارين يوغا بشكل أساسي. عشان نعرف تفاصيل أكثر شو ممكن يوغا تفيد الشخص الرياضي وبحياته، راح نقعد مع الكوتش أحمد ونسمع منه. في رياضيين مش متذكر أسماء يعني حالياً، بس باختلاف الرياضة اللي بيمارسوها، يعني في لعبة كرة قدم ولعبة لاعبي سلة، لاعبي ملاكمة، حتى يعني رياضة عنيفة أو رياضة تتطلب قوة جسمانية كبيرة، لاعبي جوجيتسو، مواي تاي، تلاقيهم دايما بيمارسوا يوغا كجزء أساسي مش ثانوي، يعني جزء أساسي من برنامج التدريب بتاعه اليوغا، لأن هي زي ما قلت أولا بتديك الاتزان النفسي والعاطفي، إن أنت تقدر تتحكم في مشاعرك أو تقدر تتحكم في ذهنك في وقت الضغط العصبي. فلو أنت بتمارس رياضة ومضغوط عليك من الخصم مثلا، ممارسة اليوغا والتأمل عامة بيديك القدرة الذهنية إن أنت تتحمل الضغط من غير ما يدفعك لأن أنت تاخد قرار سيء أو تاخد قرار متسرع، فبتديك تأني شوي. فبيمارسوا اليوغا، فده جزء مهم. الجزء الثاني أنه إحصائيا احتمال إصابتهم أقل، لأنه العضلات بيبقى فيها قوة وفي نفس الوقت فيها مرونة. فلو حتى لو أصيب فترة التعافي بتبقى أقل، لأنه العضلة واخدة على التمدد أو إن هي تبقى في وضع يعني صعب شوية أو في مدى حركي أكبر من المعتاد. وزي ما قلت ده يعني مثبت علميا وإحصائيا إنه اللاعبي أيا كان الرياضة اللي بيمارسها بيستفيد من اليوغا في فترة التعافي، وبيستفيد فيها منها في وجود مرونة حركية. وبالختام نتمنى ان بينا لكم ان اليوغا رياضه نفس باقي الرياضات، مو بس حركات الناس تسويهم. اليوغا رياضه ورياضه مو بس كره.